مشاهدينا في المملكة العربية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله. أجواء حارة إلى شديدة الحرارة في معظم المناطق، ودرجات الحرارة حول معدلاتها في معظم أجزاء المملكة باستثناء المناطق الجنوبية الغربية. أجواء غائمة جزئيا مع فرصة لسقوط زخات متفرقة من المطر أحيانا. مشاهدينا فاصل ونواصل. نستعرض وإياكم الأحوال الجوية خلال أيام هذا الأسبوع بدءا من يوم الأحد. يوم الأحد أجواء حارة إلى شديدة الحرارة في معظم مناطق المملكة، لكن درجات الحرارة حول المعدل. المناطق الشمالية الغربية 39 إلى 26، المناطق الشمالية الشرقية 42-29، المنطقة الشرقية 41-42، المنطقة الوسطى والرياض 45-33، المنطقة الغربية 41-31، المنطقة الجنوبية الغربية غائمة جزئيا مع فرصة لسقوط زخات متفرقة من مطر أحيانا 29-18 درجة مئوية. يوم الاثنين استمرار الأجواء الحارة في معظم مناطق المملكة، تبقى درجات الحرارة حول المعدلات في معظم المناطق. الشمالية الغربية 39-26، الشمالية الشرقية 42-29، المنطقة الشرقية حارة 44-33، والمنطقة الوسطى شديدة الحرارة 45-34، والمنطقة الغربية 41-31، والمنطقة الجنوبية الغربية غائمة جزئيا مع سقوط زخات متفرقة من المطر 29-20 درجة مئوية. الثلاثاء استمرار الأجواء أو درجات الحرارة حول المعدل، أجواء حارة إلى شديدة الحرارة في معظم المناطق. الشمالية الغربية 39-27، الشمالية الشرقية 42-28، المنطقة الشرقية والوسطى أجواء حارة إلى شديدة الحرارة 45-33 المنطقة الشرقية، وأيضا الوسطى 45-33، المنطقة الغربية 41-30، والمنطقة الجنوبية الغربية غائمة جزئيا 29-20 درجة مئوية. يوم الأربعاء أيضا استمرار الأجواء الحارة إلى شديدة الحرارة في معظم المناطق. الشمالية الغربية 40-27، والشمالية الشرقية 42-30، المنطقة الشرقية والمنطقة الوسطى العظمى 45، والصغرى ما بين 31-32، المنطقة الغربية 41-32، والمنطقة الجنوبية الغربية 31-20 درجة مئوية. يوم الأربعاء الخميس تنشط الرياح تقريبا، تكون مثيرة الغبار والأتربة خاصة في المنطقة الوسطى والغربية، وأجواء حارة إلى شديدة الحرارة في معظم المناطق. المناطق الشمالية الغربية 40-29، الشمالية الشرقية 43-30، المنطقة الشرقية 42-33، الوسطى 45-32، والمنطقة الجنوبية الغربية غائمة جزئيا مع فرصة لسقوط زخات رعدية من المطر 30-20 درجة مئوية. وأخيرا يوم الجمعة القادم استمرار الأجواء الحارة إلى شديدة الحرارة. المنطقة الشمالية الغربية 41-27، المنطقة الشمالية الشرقية 44-30، والمنطقة الشرقية 43-33، والمنطقة الوسطى أجواء حارة إلى شديدة الحرارة 46-33، والمنطقة الغربية 41-32، والمنطقة الجنوبية الغربية غائمة جزئيا مع فرصة لسقوط زخات متفرقة من المطر 29-19 درجة مئوية. مشاهدينا شكرا للمتابعة، نترككم في أمان الله.